كوت ديفوار هي فاعل أساسي في مجموعة من المبادرات اللي تطلق جلالة الملك. كوت ديفوار عضو في مبادرة الإفريقية الأطلسية أو مسلسل الرباط، واللي كتلعب فيه دور مهم باعتبار دورها الحيوي على المستوى الأمني، على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى البيئي، باش أن هذا الفضاء الأطلسي الإفريقي يولي واحد الفضاء اللي كتملكه الدول الإفريقية الأطلسية، واللي بدل أنها يلاه تدبر النتائج ديالو، أنها تأثر فيه بشكل مباشر، وأننا نهيكلوا هذا الفضاء إحنا، ما نستناوش الآخرين ونخلقوا منه واحد الفضاء للتعاون بين الدول 23 المطلة على المحيط الأطلسي.